بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة هذا الصوم العظيم. وهذا الصوم هو صوم مفرح لأن فيه بنسمع عن بلد كانت هتتقلب كلها اللي هي أهل نينوى وتهلك والله رحمهم، ونسمع عن بحارة كانوا في السفينة هيهلكهم والبحر كان هيهلكهم والله نجاتهم وعرف ربنا. في الإنجيل اللي اتقرا النهاردة بيقول لنا جيل شرير فاسق يطلب آية فلا يعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه لما كان ينام في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي كذلك يكون ابن البشر في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. كلمة موضوع آية ديت يعني إيه؟ كلمة آية يطلب آية، زمان من زمن الزمن من أيام موسى النبي وكانوا بيطلبوا آية عشان يأمنوا. فكلمة آية ساعات تأتي بدليل، يعني ادونا دليل، وكلمة آية ساعات أخرى تيجي بمثل يقول لك فلان ده آية. مثلا حزقيال النبي حكى لهم عن ان السبي هيجي لهم، لهم طوبه كده او لبنه كده من الطوب الني، ورسم مدينه اورشليم وحصار وقال لهم دي ايه ليكم. فدي معناها ان ايه؟ زي ما حصل كده الرسم اللي رسمته لكم ده والمثل ده هيحصل لكم. فكلمه ايه تعني معجزه وتعني ايضا مثال. فهنا بيقول لهم ان الجيل الشرير الفاسق يطلب آية. هم جيل شرير فاسد لأنهم كانوا في شر وبعد عن الله، وبصراحة مش هم بس، العالم كله ضل والعالم كله بقى إيه؟ في ضلال. لكن هنا هو تقول إن هم عايزين آية عشان يأمنوا. آمن، ورينا آية أو ورينا بأمارة إيه أو ورينا دليل أو ورينا حاجة. قال لهم مش هتاخدوا آية غير آية يونان النبي. إيه يونان النبي ده؟ إشمعنى يونان بالذات؟ ربنا يقول لهم يونان ده بالذات هي دي الآية اللي انتوا تاخدوها. يونان النبي كان يمثل السيد المسيح، لأني لما نقرأ في سفر يونان نلاقي إن يونان اسم يونان ابن أمتاي، وهذا يونان كان جوه السفينة، وهو جوه السفينة نام في مركب في قاع السفينة. والكتاب المقدس في العهد الجديد يقول لنا ان المسيح كان نايم في سفينة ايضا، ويونان الريح هاج على السفينة والبحر هاج، ولم يهدأ البحر غير بإلقاء يونان فين؟ من السفينة. لو البحر ما كانش هاج ما كانش يونان اللي هيموت لوحده، امال مين اللي كان هيموت؟ كل السفينة اللي فيها كانت هتغرق ويموت الكل. فاذا بإلقاء يونان في بطن من في البحر هنا السفينة نجت واللي فيها نجم. وايضا المسيح له المجد حينما ألقي او سلم سلم نفسه، حينما هو بإرادته مات ونزل للجحيم، السفينة اللي هي العالم كله اللي فيه البشرية كلهم الخطاة بقى ممكن يبقى لهم نجاة. فإذا المسيح آية، اليونان آية للمسيح، من حيث أن المسيح بموته فدى العالم كله وصارت النجاة. يونان آية لأن يونان ألقي في البحر اللي هو يمثل الموت، ولكن لم يهلك يونان لأن كان فيه الحوت، دخل جوه بطن الحوت وقام سالم، رجع سالم بعد الحوت 3 أيام و3 ليالي والحوت قذفه. وأيضا المسيح صحيح سلم نفسه للموت لكن قام بعد 3 أيام و3 ليالي وصار ايه؟ بقيامته الحياة الأبدية. يونان لما طلع من بطن الحوت راح كرز لمدينة
كلهم عداوة لله، مدينة الأمم اللي هي نينوى. والله ربنا يسوع المسيح حينما قام كرز تلاميذه للأمم، الأمم دول كانوا أعداء لأنهم كانوا بعاد عن الله وغرباء عن إيه؟ عن شريعة الله ومعرفة الله. إذن ما كانش ممكن ياخدوا مثل غير المثل ده، لأن ده المثل بتاع الخلاص بتاعهم اللي بين لهم الخلاص إزاي يكون. نلاحظ إن البحارة يقولوا له إيه؟ قم اسلق لإلهك لعل الإله يفتكر فينا. وفعلا يونان لما نزل في بطن الحوت وصرخ لإله وكان الخلاص، يعني ده يمثل المسيح اللي صلى على الصليب وقال يا أبتا اغفر إيه لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فإذا يونان كان آية للمسيح. ما فيش حد فيه الخلاص ولا حد ممكن نخلص بسببه غير بواحد بس، اللي هو مين؟ اللي هو المسيح. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. وهنا هو يقول لنا ان البحر كان هايج، يعني البحر في هيجان البحر، البحر طالب ايه؟ طبيعة هايجة. مين اللي سمح بكده؟ الله اللي سمح ان البحر يهيج. ارسل الله ريح وعايز يقلب السفينة كلهم. غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس. يقول كده ايه في كتاب مقدس في رسالة بولس الرسول، معلمنا بولس الرسول لأهل روميا، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس. فإذا في غضب إلهي. وأيضا قبل موت السيد المسيح على الصليب نلاحظ أن الظلمة اللي حصلت قبل موت المسيح مش بعد موته. ده بعد موت المسيح، أول ما مات المسيح انشق أحجاب الإيه الهيكل، زي ما يكون بقى في صلح خلاص، والقبور تشققت وكثيرين من الراقدين قاموا. امال قبل موت السيد المسيح كان في ايه؟ دي الايه بقى هي عايز يقولها، والمثل اهو بيتم اهو. كانت الطبيعه بالزمجر، ظلمة على الارض، في ظلمه مش هتتبدد الظلمه دي غير بموت مين؟ بموت يونان الحقيقي اللي أنقذنا، اللي هو السيد المسيح. كان الظلم على الأرض من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة، والطبيعة مزمجرة الطبيعة. فإذا يونان اللي أنقذنا واللي فيه الإنقاذ كله هو مين؟ هو السيد المسيح. إذا احنا دلوقتي قدام آية مش لليهود بس، آية لكل الناس ولينا احنا قبل أي حد. لو ما كانش المسيح ينقذنا من الغضب الآتي هنهلك كلنا. كتير احنا نقول احنا بنصلي، بصلي عشان ربنا يديني الوظيفة، وبصلي عشان ربنا يتحنن على أولادي، وبصلي عشان ربنا يعمل ويبارك. لكن هنا نوع تاني من الصلاة، صلاة من أجل الخلاص من الهلاك الأبدي اللي ايه اللي موضوع الناس. وعشان كده ليه؟ لأن الإنسان أخطأ. وعشان كده تلاقوا المزمور يقول إن كنت للأسام راصدا يا رب يا رب من إيه؟ من يقدر أن يثبت أو من يخلص؟ مين اللي هيخلص؟ فيش حد فينا يقدر يخلص أبدا، ولا واحد مننا ولا واحدة مننا حد يقدر يخلص غير بيونان اللي هو مين؟ المسيح اللي هو المجد. يموت عننا بس في موته هيقومنا أيضا، يموت ثم إيه يقوم، لأن الموت ما يقدرش يمسكه. إذن علينا النهاردة أن احنا نقبل السيد المسيح، نقبله كمخلص. زي ما البحارة قالوا له قم أصرخ لإلهك، ونظر نزور وصلم وكتب لهم النجاة والحياة والخلاص، نحن أيضا إن صرخنا لإلهنا. يونان راح لأهل نينوى قال لهم المدينة هتنقلب، فيقول إن الملك عمل الملك نزل عن إيه؟ عن كرسيه ولبس مسوح وابتدى يصلي ويصوم هو وأهل نينوى كلهم، من الصغير إلى الرضيع، من الكبير إلى الرضيع، الكل بيصلوا. قبلوا كلام يونان وقبلوا يونان وقبلوا البشارة بتاعتهم رغم إنهم
كانوا مش يهود أجانب وأمم. وإحنا كمان لو قبلنا المسيح له المجد، لو قبلناه وقبلنا نعمته وقبلنا كلامه، هو بينادي، المسيح بينادي، بتنادي بإيه يا رب؟ بتنادي بإيه؟ تأكلنا وتشربنا وتدينا أكل وشرب هنا في الأرض؟ لأ، بينادي لينا بأهم من كده، بينادي بالخلاص، بينادي لينا بالخلاص، بينادي يقول توبوا أحسن بعدين، زي ما قال في العشية بتاعت الإنجيل العشية، يقول كده هو إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. اليهود جم يقولوا المسيح عن ناس بيلاطس قتلهم، كانوا رايحين يقدموا ذبايح، تلاقوا في العشية يقول كده هو أني فأجاب يسوع وقال لهم أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاه اللي هو بيلاطس موتهم، كانوا رايحين يقدموا ذبايح أكثر من كل الجليليين حيث نكبوا بهذه الألام؟ كلا، بل أقول لكم إن لم تتوبوا، ده المسيح اللي بيقول كده، فجميعكم إيه؟ تهلكون. يبقى إذن الرسالة بتاعت السماء بتاعت لينا اليومين دول بتاعت يونان دي هي التوبة والمسيح. توب وارجع للمسيح، المسيح اللي قادر يخلص. لو تبت وقبلت كلام السيد المسيح هيكون لينا خلاص، ليك وليا وليكي وللكل. ولو ما تبناش تنقلب المدينة بعد 40 يوم، أو الهيجان بتاع الريح والموج بتاع البحر، البحر ده اللي هو العالم وشديده هتهلك. بنسمع اليومين دول كتير، نسمع عن أمراض أو نسمع عن أوبئة، نسمع عن نكبات، نسمع عن تقلبات سياسية، نسمع عن مشاكل متاعب، كل ده ربنا عمال يهز في السفينة هز لعل الناس تصرخ لإلهها وتقول لي يونان بتاعنا، يقول له قوم اطلب للرب لعله يفتكر ايه فينا. يا رب احنا محتاجين لك يا رب يسوع، بيك الخلاص وبيك انت نخلص. التوبة هي رجوع لله، ودي اجمل صلوات واجمل صيام واجمل تقرب لله وعبادة، هي التوبة، ان الانسان يرجع لله. ايه هي التوبة؟ رجوع لله، تغيير المسار كله. ساعات الناس تقول احنا علينا تفكر كده بطريقة بسيطة ساذجة، ان احنا علينا نعمل حبة فروض نيجي يوم الحد الكنيسة ونتناول، تبقى مش فاهمة يعني ايه مناولة ولا يعني ايه يجي الكنيسة، وخلاص على كده خلصت على كده، وادي احنا في البيت بنذكر ربنا، ولما نقول لهم صلي يقول القلب عمران، ده انا طول النهار بصلي ربنا بقول له يا رب ارحمنا وكن معانا وبيديني حاجات حلوة وبينقذني، كل ده حلو، لكن مش هي دي التوبة، بس مش هي دي العلاقة اللي بربنا، بس ان انا اجي يوم الحد ولا اجي اتناول وبس، وانا مش فاهم ايه معنى التناول، اهو خلاص وقول له حللني يا ابونا. حتى الاعتراف الناس بتيجي ساعات مش فاهمة يعني ايه اعتراف، مش تايبة بجد، جاية تقول كلمتين وخلاص. الانجيل يقول لا، مش دي التوبة. امال ايه التوبة؟ التوبة ايه هي غير ان ايه؟ يقول هنا في الكتاب المقدس ويعلمنا التوبة، يقول لنا ايه بقى التوبة؟ يقول فاطرحوا عنكم كل نجاسة وكسرة شر، واقبلوا الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص إيه؟ نفوسكم. يبقى التوبة طرح، نطرح لو في حاجة ما عندي وحشة أعمل فيها إيه؟ أطلعها برايا، أخد قرار لو في حاجة وحشة. زي زكة، عندك إيه وحش يا زكة؟ عندي فلوسي كنت بقى إيه؟ باخد فلوس غلط من الناس لأنه كان عشار وياخد فلوس غلط. إن كنت قد وشيت بأحد أرد إيه؟ 4 أضعاف، أطلع الحرام اللي معايا. دي نمرة واحد التوبة. إن كنت ماشي بطال هقطع العلاقة البطالة. التوبة قرار يتاخد، قرار يتاخد. النهاردة أخد قرار النهاردة. التوبة مكان وحش بروحه مش هروحه. التوبة قرار يتاخد، إذا كنتش بصلي هصلي النهاردة، إذا كنت مهمل هبطل إهمال،
التوبة هي عبارة عن قرار يتاخد، التزام ناحية الله. نلاحظ ان البحارة يقول نذر نذور وذبحوا ذبيحة. يعني ايه النذور دي اللي نذروها؟ تفتكر النذور ايه؟ ساعات ناس برضو بتفهم النذور غلط، تفهم النذور لما يضيع مني حاجة اندر للقديس والناس مش عارف كام، هي ده النذر وخلاص. او لما ابني يحصل كذا او بنتي جيلها عريس هبقى ادفع للقديس فلان كذا، او مش دي النذور بس ومش دي العلاقة. النذور اندر حياتي لله نمرة واحد، نذروا نذرا امشي كما شئتك وارادتك، قرار هاخده همشي معاك، همشي زي ما انت عايز، هحترس ندري ان انا هحترس ان انا اعمل ايه، ان انا اكون مرضي عندك واصنع مرضاتك، ولو زعلتك هصحى لنفسي وهرجع تاني. قرار تغيير مسار، دي التوبة. فاذا التوبة بالمنظر ده زي ما ايوب كان بيقول عهدا قطعت على نفسي الا اتطلع الى ايه، عذراء، ان انا مش هبص بصة وحشة. هكذا التوبة قرار، قرار الواحد يقول انا بتفرج على كذا غلط، لا انا هغير ديت ومش هتفرج في التلفزيون، بنشغل كتير في النت بضيع وقت، مش هضيع وقت في النت، هركز في الانجيل، هدي وقت اكتر لربنا. ياريت نغير قراراتنا، ناخد قرار ونغير مسار ايه حياتنا، يتغير مسارها، نبقى فيما لله بعد ما الانسان كان بعيد عن الله، وفيما للعالم يبقى فيما لله. دي احسن صلوة نصليها واحسن طلبة نطلبها من اجل خلاص نفوسنا. نقول نائلين غاية ايمانكم، الايمان كله المسيحية بتاعتنا غايتها ايه؟ هي خلاص النفوس. يبقى اذا التوبة عبارة عن صراخ لله وصيام من اجل ايه؟ وصيام وتركيز مع الله من اجل واحد خلاص نفسي. ازاي؟ ان واحد اطرح عني كل نجاسة، الرجاسات والنجاسات والحاجات الوحشة اللي في حياتي. تقول لي ده انا انسان كويس، لا بزني ولا بقتل. لو دخلنا جوه القلب هنلاقي في حاجات كتيرة وحشة واحنا مش داريانين بيها. هنلاقي سلوكنا وافكارنا ناحية الناس، الغيرة، هنلاقي الحسد، هنلاقي ازاي احنا متعامل بتكبر، ازاي لما حد بيقرب مني يقول لي كلمة كده ارد الكلمة كلمتين وثلاثة واربعة، ازاي ان انا شايل لناس من زمان ما جاملونيش او ما عملوش معايا كذا او عملوا معايا كذا والواحد شايل لهم، هلاقي في كتير. عشان كده التوبة عايزة قرار وعايزة ايضا فحص للقلب. الواحد يعرف، لو الواحد بيقول انا ما عنديش حاجة يدخل جوه قلبه يهدى، يقعد ويهدى، لان عايزة هدوء وسلام. خلاصنا يكون بالسكينة وبالهدوء، في السكينة والهدوء هنخلص، نكتشف قلبنا ده رايح فين وجاي منين. دي التوبة. وبعدين يقول لنا ايه؟ يقول اطرحوا عنكم كل نجاسة، ويقول ايضا اقبلوا الكلمة المغروسة. اقبلوا الكلمة الايه؟ المغروسة. ايه الكلمة المغروسة دي؟ دي الكلمة المغروسة بتفكرنا بمثل مين؟ مثل الايه بقى؟ مين يعرف مثل ايه؟ المسيح قال لنا مثل كده، ها، مثل الزارع. لما الزارع خرج علشان ايه؟ عشان يزرع. فسقط بعض في التربة الجيدة، وبعض في التربة اللي فيها الشوك، وبعض في التربة المحجرة، وبعض على الطريق، ما حرمش حد. الكلمة موجودة بتاعت ربنا في الإنجيل، ومعاملات الله معايا كل يوم، بيبعت لي كلمة أحيانا يزنق علي، وأحيانا يفهمني، وأحيانا يبعت لي ناس، وأحيانا من الأحداث الجارية يعلمني حاجة، وروح القدوس يأنف فيا ويقول لي خلي بالك، ويعلم فيا ويبكت فيا. بنقبل الكلمة ولا مشغولين؟ عندنا شغل مش فاضيين، عندنا ظروفنا، عندنا مشاكلنا، عندنا أفراحنا، عندنا لذاتنا، عندنا شهواتنا. مفروض نقبل الكلمة. اقبلوا الكلمة المغروسة القادرة أن تعمل إيه؟ أن تخلص نفوسكم. الشاطر اللي يبقى زي التربة الجيدة، يقبل البذرة وتدخل جوه البذرة تلاقي مكان جوه. ساعات ما بتلاقيش البذرة مكان،
فتفضل على السطح تخطفها طيور السماء اللي هو الشيطان يخطفها، مفيش مكان للبذرة، اتخطفت راحت. سمعت يا ما سمعنا عظات وبعد العظة سمعناها جرينا شمال او يمين او مركزناش في نص العظة، مشينا ورانا معاد ورانا مش عارف ايه ورانا اصحابنا ورانا ناسنا ورانا مشكلة، اتخانقنا اتخاصمنا اتعملنا والكلمة راحت مفيش تركيز ليها، خسارة. كنا متناولين النهاردة الصبح وطلعنا لقينا مشكلة، هيصنا في المشكلة وخبطنا ناس تقول لك طب خلاص ده انت متناول النهاردة، ده انت متناول النهاردة، معلش سامحي، طب معلش نتفاهم بعدين، طب نفوت الموقف، ابدا اخد حقي تالت متلت. وبعدين راحت الكلمة اللي خدتها الصبح ولا الكلمة اللي قريتها، ضاعت الكلمة. فإذا عايزين الكلمة المغروسة تدخل جوه القلب ويقالها مكان. بيقول ما تعطوش إبليس مكان، بيقول لا تغرب الشمس على إيه؟ على غزكم، ولا تعطوا إبليس إيه مكان، ما تعطوش إبليس مكان. مين يقول أنا مش فاضي، أنا خلاص نفسي أحسن، خلاص نفسي احسن، افرض ضيعت وقت في الخناقة، انت الغلطان ولا انا الغلطان، وقعدنا نتخانق سوا اسبوع واتنين منكدين في البيت، زوج وزوجته ولا عيال ولا اي حاجة ولا مشكلة ولا هم ولا خوف ولا قلق، والوقت بيضيع، الوقت مقصر. هتزرع امتى عشان تحصد؟ لو ما زرعتش مش هتحصد، لو ما زرعتش مش هتحصد ومش هتفرح. الخلاص بتاعنا عايز نقبل الكلمة المغروسة. تقولي وانا اعرف الكلمة من اصله، ده ما بفهمش الانجيل. طب ليه كده؟ ليه ما تقعدش على الانجيل؟ تقولي صعب، اقولك لا، لو انت عايز من له يعطى وايه ويزاد، الذي له له اشتياق يعطى ويزاد، يقعد ونفتح الانجيل ويقول له رب اديني. دلوقتي وسائل الحديثة في عظات في كل حتة، على الكمبيوتر عظات، سيديهات في كل حتة هتلاقي عظات، حتى القنوات التلفزيونية في قنوات مركزة وبتجيب عظات حلوة. ليه ما اسمعش؟ ليه ما افهمش؟ ليه ما ركزش؟ ليه ما اجيش اسأل؟ ليه انا ما اطلبش؟ اللي طالب ربنا هيديله. كتاب المقدس بيحكي عن راجل ما كانش فاهم، الراجل دوت اسمه الخصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة، والراجل دوت وهو راكب مركبة وراجع للحبشة فاتح الانجيل بيقرأ في اشعياء مش فاهم، لكن الله اللي شايف قلبه وشايفه عايز يفهم يعمل ايه؟ ربنا يقول ان روح الرب خطف فيلبس وجابه وقال له رافق هذه المركبة، تعالى فيلبس رافق هذه المركبة، مشي جنبها. مشي فيلبس جنب المركبة ابتدى يسأله انت فاهم انت بتقرأ ايه؟ قالوا لا مش فاهم، ازاي افهم غير ما فهمني حد؟ قال له تعال فهمني، وطلع في لبس وابتدى يشرح له في الكتاب المقدس الحتة اللي مكتوبة عن المسيح في الحتة دي ويشرحها له ويفهمها له. لما فهم مفروض ندي وقت، بقول اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم، ندي وقت. بقى بطلب الطلب مش يا رب فهمني وخلاص وباي باي كل واحد راح لي حاله وروحت لإيه لانشغالاتي، لا، ده الطلب يعني أنا من قلبي جوايا أشواق ومشغول بالموضوع ده وبدي وقت وببحث عنه، ببحث أفهم الحتة دي معناها إيه والآية دي إيه والإنجيل بيقول إيه والرسالة دي معناها إيه، أدي وقت أدي جهد. السؤال بكده، لو واحد فينا راح يقول اقرعوا يفتح لكم، راح في البيت بتاعه مروح بالليل الساعة 2 ولا الساعة 3 وهو مروح لقى الباب مقفول ونسي مفتاحه وقعد يخبط عليهم في البيت افتحوا لي، لو ما فتحوش مره واتنين هيمشي وينزل يقول ابات على الرصيف؟ حد بيعمل كده برضو ولا بيفضل يخبط 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 لما ايه يفتحوا له؟ احنا برضو كده، الكلمه المغروسه عايزه مننا اطلب يا رب فهمني في صلواتي، اقول له فهمني الانجيل، فهمني ارادتك، فهمني مشيئتك، فهمني عايز تقول لي ايه من السفر ده. انتوا فاكرين الصلوات يا رب زي اطفال صلوات الزغنطتين العيال الصغيره، خلي بابا وماما وارزقنا وخلاص، هي دي الصلاه؟ ولا الصلاه يا رب اعمل لنا كذا وساوي لنا كذا؟ مش هي دي الصلاه. الصلاه ان انا عايز نعم السماء،
بيقول لو انتوا ان كنتوا انتوا وانتوا اشرار واحنا اشرار بنعرف ندي ولادنا عطايا جيدة. اي ابن بيسأل ابوه خبز يديله حجر، او يسأله عقرب يديله، يسأله بيضة يديله عقرب، او يسأله سمكة يديله حجر. مفيش حد بيعمل كده. اذا كنتوا انتوا اشرار بتدوا ولادكم عطايا جيدة، ما تديش انا الروح القدس. هيدينا الروح القدس اللي يقودنا واللي يخلصنا. الروح القدس يسكبه علينا، يفهمنا حاجات وحاجات ويرشدنا، لا السكة دي غلط، لا السكة دي صح، لا اعمل كذا، لا اعمل كذا. هيشددنا، هيقوينا، يحببنا في السماء، يحببنا في المسيح، هيكشف لنا عن جماله، هيفهمنا الانجيل. لكن احنا بنقصر. عشان كده ايه؟ عشان كده في خطر، في خطر. لازم الانسان يقبل التوبة. التوبة دي هي اللي هتخلصني. لازم الانسان يركز ويهدى. الصيام الكبير جاي، مقدمة الصوم ده 3 ايام. عايز يقول لنا الكنيسة الملهمة بالروح القدس، عايزة تقول لنا خلي بالكم هتخلصوا بالصوم والصلاة. وتفضل 55 يوم تقول لنا الصوم والصلاة، الصوم والصلاة، الصوم والصلاة. الصوم يعد النفس، والصلاة تجيب البركات علشان الإنسان ينعم ويعرف ربنا. بدون الصوم والصلاة يعرفه إزاي؟ ويقبل الكلمة المغروسة اللي هي الكتاب المقدس، أفهم كلمة الله يقودني للخلاص. ربنا النهاردة احنا قدام حاجة كبيرة قوي، مدينة عظيمة هتهلك. فين دي المدينة؟ أنا المدينة العظيمة اللي هتهلك. ممكن هذه المدينة تخلص. عظيمة في عينين ربنا المدينة ديت، عظيمة جدا. يا رب دول خطاة. لا، دي المدينة دي عظيمة فعلا. روح يا يونان. يونان يهودي ومش عايز يروح علشان حاسس دول أعداء. لا يا يونان، انت مش واخد بالك، دول أحباء. المسيح أحبنا ونحن بعد خطاة. لك يعني احنا ناخد ملكوت بجد يا عمي؟ لا، ازاي يا عمي؟ ده أسماءنا مكتوبة في ملكوت السماء. حدش يستقل نفسه. اذا كنت تستقل نفسك، اوعى تستقل دم المسيح اللي اتدفع فيك والنعمة اللي ادها لك المسيح. المسيح دمه اتدفع في كل واحد فينا. المسيح له المجد. دم ابن الله الحمل الحقيقي الدفع في كل واحد فينا. يا ريت انسان يفحص نفسه ويهدى ويصلي ويصوم من اجل شيء مهم جدا، خلاص نفسي لئلا تنقلب المدينه. غضب الله من السماء معلن. اوعى تفكروا اللي حوالينا، كل جيل بيبقى حواليه ربنا عمال يهيج الريح ويهيج الامواج محبه منه. ليه المشاكل دي يا رب؟ محبه منه. لعلنا نصرخ للرب الهنا، لمسيحنا القدوس، ونقول له خلصنا، خلصنا يا ربي، خلصنا. امراض ومشاكل وامراض صعبه واتعاب واوجاع وضيقات اقتصاديه، ليه ده يا رب ده كله؟ بهيج الريح عشان تلتجئوا لي وتقبلوا الخلاص بتاعي اللي انا بقدمه مجاني. يدينا ربنا هذا الصوم يكون صوم مقدس مبارك. مش ان اهل نينوى هم صاموا خلاص، لا، والصوم الكبير ايضا اللي جاي بعد اسبوعين يكون صوم مقدس على كل نفس فينا. تقرب من المسيح اكتر وتشوف المسيح اكتر، زي موسى النبي اللي صام وصلى وفوق الجبل استلم لوحي الشريعه واتمتع برؤيا الله، وزي إيليا اللي في 40 يوم اللي صلى صام وصلى فيهم تمتع بالله فوق جبل سيناء أيضا. الله قادر أن يعطينا نعمة وبركة وتوبة. نيجي نعترف في حاجة، معلش تزعلوش مني فيها. ساعات الناس كلمة حللني دي بيقولوها دايما، حللني يا أبونا ما اعترفت، زي ما كنا أبونا يعني هو اللي معاه الحل وربط. هو المسيح يا جماعة اللي معاه الحل والربط. هو مين؟ هو المسيح. وابونا ما يقدرش يخالف اللي عايزه المسيح. يعني افرض واحد المسيح عايزنا نتوب، بيقول توبوا، وواحد مش تايب ومش مستعد وجي قال لابونا حللني،
ولم يعترف ولا تايب ولا جاي من أول القرايات الكنيسة وجاي على الآخر خالص، حللني وخلاص. يعني إيه وخلاص؟ معلش عشان خاطري يا أبونا، ما ينفعش عشان خاطري يا أبونا، على عيني بس، إيه بس مش في إيدي. لازم الإنسان يمشي صح، توبة ونقاوة والحل ياخده الأول. بياخده منين الحل؟ أنا وإنتم بناخد الحل منين؟ من المسيح. عشان كده مشي صح، توبة نقاوة استعداد محبة لربنا. اوعى يكون في حد فيه شر ويقول لك اصل اخد بركة، لا دي مش بركة، انت هنا مش هتاخد بركة، تاخد حاجة تانية بعيد عنك وعننا كلنا. لا، لازم التدقيق، اسلوكه بتدقيق، لازم معرفة، نبقى عارفين ايه ممكن يهلك وايه ممكن يخلص. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. وفي طفاره